أنا ولادة الموصل في منطقة اسمها باب المسجد من مناطق الموصل القديمة في عام 1954، وقد ولدت بين أبوين حتى إذا ما يعني دببت على الأرض وجهني شيخي الموجه الأول الذي هو الشيخ الوالد عبد الوهاب، إذ أنا أكرم ابن عبد الوهاب ابن محمد أمين ابن محمد سعيد ابن ملا يوسف، وإليه تنسب العائلة ابن ملا محمد ابن ملا يوسف ابن ملا يونس، وهكذا. وغالب أجدادي في الموصل أعرف يعني أحوالهم وأعرف بيوتهم. أول يعني نشأتي انتفعت من حضرة سيدي الوالد الشيخ عبد الوهاب، فإنه أيضا كان قد درس عند والده العالم الجليل العلامة الشيخ محمد أمين ابن محمد سعيد الموصلي الحمداني، وأفاد عنه وأفادني هو، إذ أني أدركته رحمه الله وعمري 6 سنوات، وانتفعت بوجوده حين ذاك. فقرأت القرآن الكريم على الوالد بكامله، ثم أخذني وعمري لم يتجاوز 8 سنوات، فأقرأني في حمام العليل عند شيخ للقرآن الكريم اسمه الملا ميكائيل، فختمت على هذا الشيخ ختمة كاملة بقرابة يعني 5 أشهر فترة الصيف، وانتفعت منه انتفاعا شديدا. ثم عدنا إلى الموصل وذهبنا إلى حمام العليل. كان عادة لأهل الموصل حينما يتمون الدراسة في المدارس كانوا يذهبون إلى الحمام ويجلسون هنالك يعني الترفه عند الشط وفي حمام العليل، والعوائل كلها من الموصل تأتي هناك. ثم بعد ذلك دخلت المدرسة النظامية، وهي يعني إحدى مدارس الموصل الابتدائية، وكان والدي حين ذاك في نفس المدرسة، فأفادني أيضا إفادة تامة جمة مباركة. ثم انتقلت بعدها إلى بعض المدارس الابتدائية مع ذهابي إلى متوسطة الحدباء الأكاديمية. وأيضا صرت أتابع علماء العراق لأخذ عنهم، وأنا في ذلك وصلت قرابة مرحلة الإعدادية، لأني وإن كنت في المتوسطة الأكاديمية إلا أنني سعيت حتى انتقلت إلى المدارس الدينية الملحقة بالمساجد، وكان عدد هذه المدارس 54 مدرسة، إلا أنها لم يرزق لها البقاء، وبعد 4 سنوات أو أكثر أرادوا أن إلغاء هذه المدارس،
جعلوا نظام المادة الموحدة، كل الطلاب الذين تخرجوا من المدارس يذهبون إلى الكلية أو إلى التعيين في مساجد الموصل، إلا أنه لا يعود ولا يقبل طالب آخر حتى انتهت وظيفة التدريس في المدارس الدينية الملحقة بالمساجد، وأنا آخر طلابها على الإطلاق، حيث تخرجت وقبلت في كلية الإمام الأعظم. وهكذا ذهبت المدارس الدينية الملحقة بالمساجد التي هي نظام تدريس العلوم الشرعية القديم، ثم أسست مدارس أخرى على نظام المقاعد والكراسي. وبعد هذا أيضا انتهيت لقراءة على شيوخ أخرى في غير الموصل، وانتفعت منهم وأفدت عليهم، فأخذت من علماء في بغداد، وخاصة حين ذهابي إلى كلية الإمام الأعظم، فقرأت على الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله، وعلى الشيخ مخلص حماد الراوي، وعلى كثر لكني أيضا مارست دراسة العلوم الشرعية، وكنت أقوم بخطبة الجمعة، فإني ومنذ أن كان سني 12 سنة درست عند الشيخ صالح أفند الجوادي علم التجويد، كما درست عند الشيخ محمد ياسين السنجاري وعند غيره من المشايخ الكبار. كنت أقوم بخطبة الجمعة، فخطبت بهذا السن وسن 12 في جامع الملاح وفي جامع الحبيطي وفي جامع السلطان ويس، وأقوم بإمامة المصلين وصلاة التراويح في مسجد نبي الله دانيال عليه السلام، وفي مسجد العراقي، وفي غير ذلك من المساجد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا ثقتي ولا اعتصامي إلا بالله. أنا كنت أكتب الشعر وأنظم الشعر من الصغر، فنظمت كما كثيرا من الشعر، وكان سببه إما افتتاح جامع أو حصول يعني دعوة يوم المولد الشريف أو غير ذلك، وهو الآن موجود لدي، وبعضه أثبته في بيان ترجمتي وترجمة الوالد والجد في كتابي شرح منظومة الإسناد الذي هو كتاب الإمداد، وقد طبع هذا الكتاب يعني بعنوان آخر الذي هو معجم شيوخ العصر، وهو الكتاب هو هذا، طبع في 3 مجلدات، اسمه معجم شيوخ العصر، ودبشت أو ذكرت فيه غالب مشايخي، وهو عن طريق نظم الشعر من بحر الرجز، أوله حمدان
لمن أوضح للعباد إرشاده سلاسل الإسناد. وأبنت فيه قضية أن الأذون وعلم السماع علم الإسناد لا بد منه، ولهذا قلت وقال في المشيخة الإشبيلي موضحا قصة من التفصيل: ليس لشخص أن يقول أروي إلا بإذن حل ممن يروي، فإن روى من غير إذن يعتبر، فالمين موصول به لا يغتفر. وقد طبع في 3 مجلدات، هو في طبع أولا في 16 جزءا، ثم جمع في هاته المجلدات، والحمد لله تبارك وتعالى. والآن يعني أنا درست أيضا في كلية الإمام الأعظم، وأفدت عن أجلة أساتذتها، وأفدت منهم كثير، نعم، كما أفدت عن بعض الشيوخ في بغداد من العلماء الأعلام والأكابر الفخام. وعدت إلى الموصل، ثم بعد هذا يعني درست الماجستير والدكتوراه، وأنا قمت بفتح كلية الإمام الأعظم في الموصل، فكان أول ذلك في جامع النبشيت، كان هنالك يعني بالألف يعني 1998 أو 97، نعم، وقبلنا الطلاب، وكانت تعتمد الطلاب من الموصل وبعضهم من بغداد ومن كركوك ومن أربيل ومن دهوك، حتى إن بعض السنوات إبان الحرب لم ترتعي الكلية في بغداد أن يقبل طلاب يعني الشمال، طلاب كردستان، أن يقبلوا في كلية الإمام الأعظم في بغداد لما حصل من الإشكالات والحرب والويلات. فقبلتهم أنا، ودرسوا عندنا بعضهم سنتين وبعضهم 4 سنوات حتى أكملوا، وهم الآن ولله الحمد في أربيل وفي السليمانية. خطيبا في جوامع كثيرة، أنا قضيت أولا واعظا في منطقة سلمان باك في بغداد، سيدنا سلمان رضي الله عنه، وبقيت فترة طويلة أيضا خطيبا في جامع الهدى في اليوسفية. ومن الصغار يعني عمري 12 سنة 13 سنة كنت واعظا في جامع العمرية، كنت أذهب هنالك ألقي درس الوعظ في شهر رمضان. وفي ذلك الحين يعني كان درس الوعظ لها أهمية جدا، والناس كلها صائمون ويجتمعون في المساجد، حتى إذا انتهى درس الوعظ ساعة أو ساعتين ترى أن المصلين في الجامع مع كل واحد منهم سادته يبقون إلى صلاة المغرب حتى يصلوا ويفطروا، ثم يستقبلون صلاة العشاء، وبعد دروس العشاء هنالك مواعظ. فألقيت الدروس الرمضانية في أماكن كثيرة، في الجامع الكبير وفي جامع فتح العلي وفي جامع اليقظة، وهكذا وهكذا، هذه تكون بعد أو عقب صلاة العشاء. دارت الخدمية
ويقرأ بهم يعني بأن يموتوا لأن الموت يعني عمل كل واحد أو لا ويقرأ بهم يعني يرون ثوابهم فهذا على حذف مضاف مجاز بالحذف يعني الذين يظنون أنهم ملاقو ثواب ربهم. فالدعوة عظيمة جدا وتحتاج إلى سعي وإلى عناء وإلى تعب وإلى استمرار. نعم، والحمد لله تبارك وتعالى. والدعوة هي حقيقة ليس أن تلقي خطبة أو تسافر إلى قرية، وإنما إلقاء الدرس إذا لم يخلو من إفادة ونفع في سلوك المرء المسلم فإنها دعوة. وهذا ليس يعني حبسا على إنسان هو شيخ في العلوم الشرعية، لا، وإنما كل واحد من الأساتذة، أستاذ اللغة، أستاذ البلاغة، أستاذ كلهم حتى يعني أساتذة الجامعات في شتى اختصاصاتهم يسألهم ربنا تبارك وتعالى عن هذه الدعوة التي تؤدي بالتالي إلى التزام الطلاب بدينهم وعقيدتهم. نعم. عندنا أيضا كما هو معهود دراستان، الدراسة السابقة وهذه الدراسة اللاحقة. فإذا ورد السؤال هل هنالك من فرقين في الدراسة الشرعية بين الدراسة القديمة قبل 100 سنة أو 200 أو 300 سنة وبين دراسة التشريع في الدراسة الحالية؟ الجواب نعم. ولهذا يعني هذا ثم نتيجة قبل التعليل، نرى أن علماء العهود السابقة كانوا علماء أكابر. العالم هو فقيه ومفسر ومحدث وشاعر وأدبي ونقدي وهكذا. لماذا الدراسات الحالية إنما تعتمد مناهج يسيرة، وقد خاصة دراسة الكليات؟ عندك مثلا يقرأ، أنا كنت عميد كلية الإمام الأعظم هنا، يقرأ الطالب مثلا كتاب جمع الجوامع، أنت معك 40 طالبا أو 50 طالبا، فحينما تنتهي من 10 أوراق كتاب صعب، وإذا بالسنة تنتهي، لأنك ما تقرأ قراءة عادية، وإنك تشرح كل عبارة، وفي بعض الأحيان قد تبقى في فهم هذه العبارة محاضرتين أو 3، عبارة واحدة. أما الدراسة الحالية فيدخل الأستاذ يقرر لهم المادة ثم يخرج، وفي الدراسة القديمة الطالب يسأل الأستاذ، يكونون الطلاب على الطلاب 5 أو 6 وإذا كثروا 10، فكل واحد يسأل أنت تجيب. لكن في الدراسة الحالية 40 طالبا أو 60 طالبا لا تقدر أيها المدرس أو أيها الأستاذ أن تلبي ما يسألك الطالب إلا 2 أو 3، ثم بعد هذا يدق الجرس وتنتهي الدرس. ولهذا لا فرق أبدا. أنا كنت درست عند المشايخ في الطريقة القديمة، الشيخ بشير فقال مرة عبارة واحدة بقي 1.5 ساعة في عبارة في مختصر المعاني، قرأ هذه العبارة ثم شرح إلى أن كان ينزل العرق هكذا كالمطر، ثم جلس فارتاح ومسح وجهه، ثم بعد ذلك أخذ أعاد الشرح. أما عبارة واحدة من كتاب مختصر المعاني
يبقى بها ساعة ونصف. أما الفرصة 40 دقيقة، يعني المحاضرة 40 دقيقة في عبارة واحدة، متى تكمل هذا الكتاب؟ فالقراءة القديمة ما فيها وقت، الوقت كله لك أنت. المهم ما تأخذ الإجازة العلمية إلا وقد أكملت كل المنهاج. والكتب عندنا تصاعدية، يعني تقرأ متن الغاية والتقريب، تقرأ شرح متن الغاية، تقرأ حاشية البيجوري على متن الغاية، تقرأ مثلا عمدة السالك، وهكذا مجرى. فقد يستغرق بعضهم، قد يستغرق 16 عاما وهو لما يكمل المادة المقررة في العلوم الشرعية المدارسية.